الناس معادن وما بتظهرش معادن الناس دي غير في المواقف الشديدة في الأزمات. وزي ما اتكلمنا من يومين ان في ناس كتير وقفت وقفة رجالة وقالت كلمة حق وتحدت العالم الأعور اللي مش شايف غير الرواية الإسرائيلية والكذب الإسرائيلي ومش شايف المجازر اللي آخرها مجزرة الدحدوح مراسل الجزيرة وأسرته، اللي مش شايف كل المجازر اللي بتعملها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والمشاهد اللي بتوجع القلب زي الست اللي فقرت أولادها الستة واللي طلعت قالت كلهم راحوا يا معاذ. كلهم راحوا يا معاذ. شيل عنها يعني. كلهم راحوا يا معاذ. كلهم راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل بس. حسبي الله ونعم الوكيل بس. أولادي كلهم راحوا ستة. الستة راحوا ولادي راحوا ولادي كلهم. حسبي الله وأنت نعم الوكيل بس. الدول العربية اللي واحد محدش واقف معانا بس. ولا واحد واقف معانا. حسبي الله وأنت نعم الوكيل بس. سايبة الدرج ولوكيل. اللهم أجرني في مصيبتي. أمين يا ست. قدام المشاهد دي قرر فنان مصري لوحده بكل شجاعة وتلقائية يعلن عن موقفه اللي ممكن يخسره كتير ويدمر مستقبله المهني. الممثل ده اسمه محمد سلام. امبارح بالليل كان مفروض تاني يوم النهاردة يروح السعودية يشارك في مهرجان الرياض بمسرحية اسمها زواج صناعي في موسم الرياض الترفيهي. الراجل طلع وقال احتراما لدماء الشهداء أنا مش عارف أشتغل، مش عارف أضحك، مش عارف أمثل. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض. المفروض إن هي مسرحية كوميدية وفيها أغاني وفيها استعراضات، والمفروض إن إحنا هنعرض إن شاء الله يوم 30، وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويتدبحوا ومفيش حاجة بتحصل لهم. أنا مش هقدر أسافر طبعا. وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إن احنا نسافر بكرة إن شاء الله. أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت ديت، يعني لما حتى حصل تصاعد في الأحداث كنت على أمل إن الموسم مثلا يتلغي يتأجل، بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني إن أنا خذلتهم مش عارف أعمل لهم حاجة. يعني كفاية علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا. والمشكلة إن دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضية كل مسلم في المقام الأول، هي قضية كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إنهم يساعدوا إخوانهم. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه؟ اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا. أنا هرد هقول إيه؟ هقول إن في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا وبيتذبحوا، والأطفال والنساء والرجال، أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وأرقص وغني. ففي ناس قالت لي سافر ده أكل عيشك، وفعلا أنا التمثيل هو مصدر دخلي، يعني ده رزقي ورزق أولادي واللي بصرف عليه من بيتي من التمثيل. طيب دلوقتي أنا لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ أكيد لا، بس الناس هي اللي بتموت هناك. في محمد سلام طالع على الفيديو ده لابس تيشرت بسيط، لكن التيشرت عليه صورة محمد علي كلاي، شال الصورة من قدامي. محمد علي كلاي الحقيقة اللي هو الملاكم اللي سموه الأعظم في العالم، الأسطورة. محمد علي كلاي عمل موقف إنساني، يعني أنه رفض يشارك في الحرب الأمريكية في آسيا ودفع الثمن، اتسجن، لكنه خرج من السجن وأصبح أسطورة. كلام محمد سلام تحس فيه بالصدق مش بالتمثيل، يعني مفيش انفعال زايد، مفيش زعيق. الكلام ده الحقيقة عمل تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، وتصدرت هاشتاجات محمد سلام، محمد سلام البطل، اتصدرت إكس وفيسبوك في مصر، وكتير أشادوا بموقفه وهمه بالقضية، زي ما كتبت سحر أو صاحبة الحساب ده سحر، اللي كتبت وقالت إنه فنان محترم بيعبر عن رأي حقيقي بدون مزايدات أو تمثيل، اتكلم بجد وصدقناه جدا لأن ده اللي شايفه، ومش بس كل مصري، لا كل واحد عربي يهمه القضية وزعلان على اللي بيحصل في فلسطين. الإحساس نعمة. محمد سلام البطل. المخرجة اللي ملهاش يعني مخرجة المبدعة الأستاذة كاملة أبو ذكري، كاملة أبو ذكري بتاعت ذات، كاملة أبو ذكري بتاعت ملك وكتابة،
مخرجة كبيرة قوي كانت من أوائل اللي أشادوا بموقف محمد سلام ودعمته وكتبت الصورة دي، كتبت البني آدم اللي بيحس ربنا هيعوضك كل خير، كنت بحبك بس دلوقتي انت في حتة تانية خالص، حب واحترام وتقدير. كاملة بعد شوية نزلت صورة تانية جمعت فيها ما بين باسم يوسف وما بين محمد سلام وقالت دول الرجالة بجد. شكرا سلام لأنك بوظت الصورة اللي رسموها لنا بأن كل شيء بقى قابل للبيع والشراء. ده اللي كتبه الصحفي أحمد عبدين، كتب قال شكرا لأنك أنت سلام عشان مش عشان موقفك، هو المفروض موقف كل إنسان عن ضمير، لكن شكرا لأنك أنت بوظت الصورة اللي رسموها لنا بأن كل شيء بقى قابل للبيع والشراء. شكرا لأنك صرخت وسط الحفلة والدوشة والمغنى والرقص وقلت لهم اطفوا الصوت في ناس بتموت، أو طفوا الصوت في ناس بتموت. هجرس أو هدرس شخصيته في الكبير، في مسلسل كبير قوي، هدرس في الآخر طلع هو الكبير قوي لأنه ما حبش يمشي عكس مبادئه وهيخسر بسبب ده كتير، زي ما بيقول البلوجر كريم هشام. بيقول أنا مش عارف الناس متصورة محمد سلام ممكن يخسر ماديا ومستقبلهم بالخطوة اللي هو أخدها زي النهاردة. الأفلام والمسلسلات كلها بتتباع للخليج قبل مصر عشان ده المربح أكتر لأي حد بينتج، غير بقى الشروط الجزائية والاستقصاد اللي هيحصل ليه. هو أكيد أول واحد عارف كده، ورغم كده محبش يمشي عكس مبادئه وقناعاته وخد الخطوة دي. هو كسب كتير، أتمنى أنه يكون أكبر بكتير من اللي خسره. الأعمال الفنية بتتنسي إلا قليلا، إنما المواقف دي عمرها ما بتتنسي. هجرس في الآخر طلع هو الكبير قوي. محمد سلام ضرب كرسي في كلوب وقت حرج جدا موسم الرياض، هيدفع سلام ثمنه غالي جدا. ده اللي كتبه الدكتور هاني مهنا، هاني مهنا أو الدكتور هاني مهنا، وخليني أقول الدكتور. يعني المسرحية دي من بطولة محمد سلام وبيومي فؤاد ومي عز الدين، كانت المفروض هتتعرض في موسم الرياض، ورغم ما يحدث مع إخواتنا على بعد كيلومترات قليلة استمر برضو الترويج للمسرحية وحجز التذاكر لأول عرض لها يوم 30 أكتوبر. كرسي في الكلوب وفي وقت حرج جدا، وموقف هيدفع سلام ثمنه غالي جدا على المستوى المادي، لكنه أثبت للجميع أنه فنان حقيقي يمتلك قلبا من ذهب. وأنا على يقين تام أن عوض ربنا ليك يا سلام هيكون مذهل والله كله إلى زوال، وبتبقى المواقف اللي زي دي خالدة للأبد. من النهاردة أنت بقيت في حتة تانية خالص في قلوبنا، بقيت في حتة تانية خالص. ده نفس الكلام اللي قالته كاملة أبو زكري لما قالت له حب واحترام وتقدير.